لمناقشة موضوع النفوذ الإيراني في العراق وتهديدات ميليشيات الحشد ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أهلا ومرحبا بك أستاذ لبيد. أهلا بكم، حياكم الله. مصادر صحفية أكدت أن الحرس الثوري نقل صواريخ قصيرة المدى نوع آرش، وهي نوع من الصواريخ الدقيقة، ونقلت أيضا طائرات مسيرة إيرانية إلى العراق، وكل ذلك يتم تخزينه في مواقع شديدة الحراسة في المحافظات الجنوبية العراقية. لماذا تصمم إيران على تحويل العراق إلى ساحة لحربها بالوكالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الخبر أكدته عدة مصادر صحفية، وهو ذو دلالات عدة. الدلالة الأولى، يبدو أن الحرس الثوري يستعد أن يجعل ميليشياته أو أدواته في العراق أن تضرب المصالح الأمريكية في داخل العراق، من داخل العراق وليس من إيران، وذلك ردا على بمناسبة الذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني. نحن نتذكر أن إيران ردت مباشرة، من إيران ضربت مواقع أمريكية في داخل العراق، لكن هذه المرة تريد إيران أن تنأى بنفسها عن أن تضرب بشكل مباشر، لذلك فهي ستوعز لي على ما يبدو حسب المراقبين ستوعز لأدواتها أن يردوا من داخل العراق، لذلك قامت بنشر هذه الصواريخ. أما بالنسبة للطائرات ف منذ فترة ليست قصيرة بدأت إيران تخزن طائراتها المسيرة باعتبارها هي صناعة جديدة طورتها إيران، وذلك تفاديا من ضربات أمريكية ربما توجه لمخازن هذه الطائرات. طيب، هذا على نعم تفضل. مصادر مقربة من هيئة ميليشيا الحشد كشفت عن أن اعتقال عناصر تابعة لميليشيا العصائب كان بموافقة وتأييد من قائد فيلق قدس الإيراني إسماعيل قاآني. كيف يمكن قراءة هذا الأمر؟ نحن لا نستغرب أن يقوم قاآني بالنيابة عن السياسة الإيرانية أو الحكومة الإيرانية أن يقوم بهذه الألاعيب أو هذه الحيل. إيران رغم أن الكل يعلم بما في ذلك كل أركان الحكومة العراقية والعملية السياسية يعلمون بأن مفاتيح السياسة العراقية موجودة بيد إيران وبالذات بيد فيلق القدس وقائده قاآني حاليا، لكن إيران تحاول أن تغفي صفة الهيبة أو صفة الاحترام على الدولة، ليس من صالحها وليس من النوع الذي توحي به بأن كل شيء بيدها، وإنما تريد أن تضفي شيئا من الاحترام. لذلك قاآني عملية الاعتقال التي جرت هي عملية لعبة بالحقيقة، وتم أطلاق سراح إذا كان المقصود هو القائد أحد قائدة عصائب أهل الحق ما يسمى أهل الحق، فتم إطلاق سراحه بعد حوالي 24 ساعة من اعتقاله الأول. فهذه اللعبة مكشوفة من قبل الإيرانيين، وتدلل على أن الحكومة العراقية بالحقيقة هي في حالة يرثى لها، لا هيبة لا للحكومة ولا للدولة ولا للسلطات. نعم. ميليشيا حزب الله في العراق تهدد رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بما وصفته هي بقطع أذنيه، محذرة إياه من اختبار صبرها. في أي إطار يمكن أن نضع هذا التهديد للقائد العام للقوات المسلحة في العراق، والذي من المفترض أن تتبع له هذه الميليشيا رسميا؟ يعني هذا التهديد تهديد مخزي جدا، وتهديد يدلل على حالة عدم الاحترام، وهو أحد تجليات حالة الاستهتار التي تقوم بها الميليشيات. وقد قلنا وقال كل المراقبون بأن الميليشيات أصبحت فوق القانون، ولا تخشى أحدا ولا تحترم أحدا، لا حكومة ولا برلمان ولا رئاسة ولا حتى القضاء. هذا الاستهتار بالحقيقة، هذه الإهانة لا تقتصر على شخص الكاظمي، وإن كانت موجهة مباشرة إلى شخص الكاظمي، لكن شخص الكاظمي لا يمثل نفسه، الكاظمي يمثل الحكومة العراقية، يفترض أنه يمثل العراق، صح ذلك؟ والتهديد أيضا يهين القضاء إهانة كبيرة، لأن هذا التهديد يجب أن
أن يخضع أصحابه لسلطة القضاء، ويجب أن يلقي السلطة القضائية، يجب أن تلقي القبض مباشرة على من أطلق هذا التهديد وتحاكمهم. وكذلك هو إهانة للبرلمان وإهانة لرئاسة الجمهورية، لأن البرلمان ورئاسة الجمهورية هم الذين اتفقوا وتوافقوا على أن يكون الكاظمي هو رئيسا للحكومة، فإذا هي إهانة، وهذا نعم يدل نعم على أن الكاظمي مجرد خيال خضرة مثل ما يقولون العراقيين. طيب، مجلة نيوزويك الأمريكية تقول أن إيران تحاول إيصال رسالة مزدوجة لبغداد ولواشنطن، مفادها أن أمن العراق في يدها، وكذلك السيطرة على الميليشيات الموالية لها في العراق في يدها أيضا. إلى أي مدى تتفق مع هذان الرأيين، وهل حقا أمن العراقي بيد إيران أم لا؟ يعني إذا استخدمت كلمة تحاول، إذا الصحيفة استخدمت كلمة تحاول، فهي للأسف يعني تغرد بعيدا عن السرب، لأن كلمة تحاول بالحقيقة لا تصف الحالة، وإنما الوضع هو قائم منذ عدة سنين. يعني أن إيران أصبحت تمتلك الملف الأمني العراقي بشكل كامل، وبداية أكبر دليل بأن التشدد اللي أظهره ترامب، وهي أكثر فترة ترامب هي أكثر تشددا من سواها، يعني منذ تسيد إيران على الملف العراقي إلى يومنا هذا. يعني هذه الفترة لم يستطع ترامب بكل عنجهيته وقوته وتهديداته والضربات التي وجهها للأذرع الإيرانية، وحتى ضربات توجهت في الداخل الإيراني، لم تستطع أن تردع إيران، ولم تستطع أن تجعل إيران أن تفلت بشيء من مفردات الملف الأمن العراقي. فإذا إيران أصبح بالدليل القاطع، أصبحت تسيطر وتهيمن على الوضع في العراق، وتمد نفوذها من خلال العراق، وحتى موضوع الطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى التي يتم نشرها الآن في جنوب العراق وتمر عبر المنافذ البرية، ولا سيما منفذ الشرامجة الحدودي، هذا تدلل على ذلك، وتدلل على أن إيران تنوي أن تمد نفوذها إلى المناطق الشرقية من السعودية وربما في إلى الكويت. فنحن مقبلون على عصر إيراني جديد، هو العصر ذهبي مزدهر، لأن ترامب ولا وجاء من هو أضعف منه فيما يتعلق بالعلاقة بين واشنطن وإيران. إيران مقبلة على فترة مريحة، فترة عدم توتر بينها وبين واشنطن، ولذلك سنتوقع بأن إيران سيتعظم ويتوطد نفوذها في المنطقة، وسيكون العراق هو صلة الوصل، هو الجسر الآمن لمد النفوذ الإيراني إلى سائر أرجاء المنطقة العربية. موقع Voice of America يقول إن صداما وشيكا يوشك أن يقع بين حكومة بغداد والميليشيات المدعومة إيرانيا في ظل استهداف البعثات الدبلوماسية الأجنبية، هل هناك سيناريو حرب مقبلة أم أن قدوم إدارة بايدن هو السبب؟ بالتأكيد لا، لن يكون هناك أي تصادم بين الميليشيات وبين القوات العراقية. لماذا؟ لأن أولا الميليشيات أقوى من القوات المسلحة العراقية، الجيش والشرطة الاتحادية وغيرها، وهذا معروف، أصبح معروفا. من الناحية الأخرى أن هناك تغلل للميليشيات في داخل القوات المسلحة العراقية الرسمية، هناك تناغم وهناك تغلغل في داخل هذه القوات الرسمية. من الناحية الثانية أن القوات الحشد الشعبي أصبحت مرتبطة، ما أصبحت رسمية، والميليشيات والقوات الحشد الشعبي كما نعلم هي تتكون من فصائل الميليشيات، وهذه مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء الذي هو القائد العام للقوات المسلحة. فلا يمكن أن تتصادم القوات مع نفسها. يعني القائد العام للقوات المسلحة هو مسؤول عن الحشد الشعبي ومسؤول عن القوات الأخرى، الجيش والشرطة، فكيف تتصادم القوتين مع ذلك؟ وهناك سبب أهم، أن إيران كما نوهنا وكما بينا وكل المراقبون وكل المراقبين يؤكدون ذلك، إيران تمتلك مفاتيح الملف الأمني، فلا يمكن لإيران أن تسمح بأن يكون هناك تصادم بين أدواتها. نعم، عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميداي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة مالمو، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في العراق اليوم.